صحة في الجزائر أو يتطور أو لاباس أو راهم يخدموا راهم يديروا با ما دي شوز الحق كان دي تريك لي خصو سي فري مي الحمد لله لاباس ما كانش واحد اللي يقوم بالواجب ديالو ولا اللي كونترولي ولا تما كاع تما تخش عندك معرفة ولا ما يجوزولكش لما تسا دي فيان با ديزور اونز لما تسا إيه على الاقل الى ان دوميور دو روتار ني بلوس ني موا وين تروح تلقى غير المعرفه جايزه غير المعرفه غير المعرفه هذا ما كان ملي ما عندوش معرفه يسوفري من التسعينات لهون الحمد لله كما رانا نشوفوا دروك انا خرجت العمل اللي فات كاين لي راديو كاين لي زاناليز كاين كلش يا ودي القطع الصحافه في الجزائر كاتاستروف دار مهروده للعالمين ما كان يعطوباني والو ما يعاونوش الناس وما يخدموش على الناس. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى عدد جديد من حصه ابعاد. في هذا العدد مشاهدينا الكرام سنقيم فيه ملف قطاع الصحه في الجزائر وما عرفه من مكتسبات وانجازات وما تخلله كذلك من اختلالات ونقائص خلال 15 سنه الفارطه. اذا بعدما كان قطاع الصحه في الجزائر ينتظر في قاعه الاستعجالات وهو يعاني ألاما وأوجاعا في هياكله ومفاصله ازدادت أوضاعه سوءا وخدماته تدهورا وها هو اليوم يرقد في غرفة الإنعاش. حالة قطاع الصحة في الجزائر أدت إلى تسرب اليأس والإحباط في نفوس المرضى وجعلت من المواطن يدعو الله عز وجل جهارا ونهارا أن لا يكون في حاجة لخدمات المستشفيات الجزائرية. سوء التكفل الصحي، رداءة الخدمات، البيروقراطية، اللامبالاة، نقص الأدوية، إضرابات واحتجاجات وأمور أخرى هي حالة الصحة في الجزائر وهي يوميات المواطن مع هذا القطاع الذي عجز عنه كل الوزراء المتعاقبين عليه من تشخيص دائه وتوصيف علاج ناجع لمرضه. ولكن في المقابل بالرغم من اعتراف المختصين بنقص فعالية القطاع الصحي في أداء الخدمة التي يأملها المواطن إلا أنهم لا ينكرون الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تحسين القطاع، فسياسة إنعاش القطاع حققت بعض المكاسب التي يلمسها المواطن جليا، حيث تركزت السياسة على تحسين الخدمة الجوارية في مجال الصحة من حيث التشييد والتجهيز. المستشفيات الجزائرية تم تجهيزها بأحدث الوسائل المتطورة، كما تم تعميم المؤسسات الاستشفائية بالمناطق النائية. إذن مشاهدينا الكرام نستعرض أهم النقاط التي يرتكز عليها المعارضون والمدافعون لملف القطاع الصحي في الجزائر. نبدأ بالسيد محمد بوخرس وهو الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لعجزة الكلى، ومن هو من المنتقدين لسياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجال في قطاع الصحة، يقول أنه الجزائر الأسوأ من حيث التغطية الصحية في المنطقة رغم أنها الأكثر إنفاقا على القطاع. النقطة الثانية وهي أنه هناك سوء توزيع الأطباء المختصين على التراب الوطني. النقطة الثالثة، الجزائر تعيش مرحلة وبائية انتقالية وتشهد أمراض وأوبئة الدول النامية والفقيرة والغنية معا. رابعا، العلاج في المناطق الريفية يعاني من ندرة في التجهيزات والأدوية والمستخدمين الإخصائيين. أما المدافعون لسياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في القطاع الصحي وعلى لسان السيد سعيد عياشي وهو طبيب وعضو اللجنة المركزية بالأفلان، يقول أن عدد الأطباء الإخصائيين والعاملين في القطاع ارتفع من 55,000 من 7240 قبل 1999 إلى 55,000 عامل. يقول بأن المستشفيات الجزائرية مجهزة بتجهيزات تقنية وكوادر بشرية ذات مستوى عال. النقطة الأخيرة، ويقول أنه هناك تحسن كبير في أجور العاملين في قطاع الصحة. إذن مشاهدينا الكرام كثير من التحليل والتفصيل حول الموضوع مع ضيوفي في الأستوديو، ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عودة مجددة إلى الأستوديو لمباشرة النقاش حول ملف قطاع الصحة في الجزائر. ما هي المكتسبات التي حققتها الصحة في الجزائر وما هي الاختلالات التي عرفتها خلال 15 سنة الفارطة؟ إذن مشاهدينا الكرام لمناقشة الموضوع وإثراء النقاش يسعدني أن أستضيف بالبلاطو السيد سعيد عياشي وهو طبيب وعضو اللجنة المركزية بالأفلان. مرحبا بك سيدي. سلام.
كما يحضر معنا كذلك السيد بوخرس محمد الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لعجزة الكلى، مرحبا بك. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير ونعود. قطاع الصحة في الجزائر قطاع مريض يحتاج بدوره إلى علاج وإلى إدخاله غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عميقة ومستعجلة لاستئصال الورم الخبيث الذي ينهكه منذ عقد من الزمن. فليس هناك قطاع يثير سخط وتذمر المواطن من بين كل القطاعات كقطاع الصحة بالنظر إلى حساسيته وعلاقته اللصيقة بالمواطن، وبالنظر إلى تردي الخدمات التي يقدمها والأوضاع الكارثية التي تعرفها المؤسسات الاستشفائية في مختلف ولايات الوطن. المواطن الجزائري يردد يومياً وعفوياً الصحة قبل كل شيء، لكن المستشفيات الجزائرية لم تعد تقدم له خدمات لعلاج صحته، بل بات المواطن يدخل المستشفيات بمرض ويخرج منها بأمراض عديدة، وأضحى يشعر بالمرض بمجرد ما يعرف بأنه في حاجة إلى خدمات المستشفيات الجزائرية. وإن كان المواطن الذي يقصد المستشفيات مرة أو مرتين في السنة يعاني الأمرين، فإن أصحاب الأمراض المزمنة الذين يقصدونها يومياً ودورياً فحدث ولا حرج. وستتضاعف هذه المعاناة وتزداد بالنسبة للمرضى بالولاية الداخلية والمناطق النائية والمعزولة. ولكن في المقابل الدولة وفرت جهوداً كبيرة للنهوض بقطاع الصحة، ووفرت ميزانية تعتبر من بين أكبر الميزانيات ساهمت في القضاء على الكثير من الأمراض التي كانت منتشرة في السابق، كما ساعدت الجهود المبذولة في رفع حظيرة القطاع من المؤسسات الاستشفائية وتقريبها من المواطن في المناطق النائية. كما ارتفع عدد الأطباء العامين والمختصين إلى مستوى لا بأس به، فقد بلغ عدد الأطباء والأخصائيين والعاملين في القطاع الخاص 55,000 سنة 2012 مقابل 7,240 قبل سنة 1999. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. سنبدأ النقاش بك سيد سعيد عياشي، وأنت طبيب وعضو اللجنة المركزية في الأفلان. يقال أن الصحة مريضة في الجزائر، وهي حاليا تعالج في المستشفى. ما هي أحوالها إن كنت زرتها؟ شكرا على الدعوة، وخليني سي رشيد نذكر بعض النقاط اللي بدون شك مشتركين فيهم كلنا. النقطة الأولى تبان لي هي أن الأمن الصحي هو جزء هام من الأمن الوطني، في حيث أن كل جزائري وكل جزائرية قادر يصبر أمور كثيرة. نعم. ما يصبرش لما يخص العلاج في عائلته، كما كذلك ما يصبرش إن ما داش حقه أمام العدالة، كما ما يصبرش إذا ولده ما كانش في المدرسة. هادو ثلاث قطاعات أساسيين لكل مجتمع متحضر. نقطة ثانية اللي تبان لي مليح نذكرها هو هذا الحق في العلاج، هذا الحق في الصحة هو حق دستوري لكل جزائري وكل جزائرية، وبالتالي من حق كل جزائري وكل جزائرية أن يحتج لما يكون نقائص في هذا القطاع. النقطة الثالثة هي بدون شك أنا من الناس اللي يقولوا عندنا منظومة صحية يعني مرضية ومعترف بها باللي من الأحسن كاينين في العالم، لأن اجتماعية ناحية الكوادر. نعم، اجتماعية وتتكلف، وهذه يعني منذ عقود وهي هكذا. ولكن مليح نقولوا كذلك باللي أن هذه المنظومة الصحية ما تبناتش من العدم، ولكن حتى من العدم حتى لا نغرق في التفاصيل هذه. سيد سعيد عياشي، أعطيني بصفة مختصرة يعني حال الصحة، حال القطاع الصحي في الجزائر اليوم. أنا بصفة مختصرة، أنا 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 إلى ننظر إلى الأرقام من جهة والوضع هو واحد، نظن بصفة عامة وضع الصحة في الجزائر مرضي. نعم مرضي. نعم السيد محمد بوخرس، يعني في الجزائر نقول أن الصحة قبل كل شيء، ما هي حال القطاع الصحي في الجزائر اليوم؟ وأنت
كمختص وكناطق للفيدرالية الوطنية لعجزة الكلى؟ الحالة غير كافية. نعم. يعني فيها نقايص، فيها يدي واسمه حاجات أجهزة جديدة إلى آخره، ولكن النقايص، وهذا النقايص إن شاء الله نتكلموا عليهم. نعم. باش تتحسن. نعم، فيها نقائص في قطاع الصحة. سيد سعيد عياشي، يعني لنكن صرحاء نوعا ما، قطاع الصحة مريض في الجزائر، قطاع الصحة يعاني كما يعاني المرضى الذين ينتقلون أو يتنقلون إليه. ما هي المبررات التي تبني عليها أنت تقييمك فيما يخص أنه قطاع الصحة هو قطاع إيجابي أو حقق نتائج مقبولة؟ خليني نقول لك سي رشيد باللي هذه المقولة تاع قطاع الصحة مريض هي تتطبق على كل منظمات الصحية في العالم. في أمريكا لوباما كير وكذلك يحب يجيب تحسن في الصحة تاع الأمريكيين. في فرنسا اللي عندهم أحسن فلربما منظومة صحية في العالم، عندهم نقايص كذلك وعندهم ثغرات مالية كبيرة. ولكن خلينا نهضروا على بلادنا. نعم. في بلادنا المنظومة الصحية قلت هي تراكم من كل التجربات من 62 كانوا عندنا 13 طبيب فقط. خليني بعد نطرق الأرقام. نعم. لو سمحت، ولكن حبيت نقول أن اليوم إلى نظرنا المنظومة الصحية في الجزائر نقول أولا وقبل كل شيء هي مأسسة على إرادة سياسية قوية. ما كانش عند الحكام إرادة لباخلة الجزائريين في العلاج الصحي، هي كان إرادة سياسية قوية باش يوفروا للجزائريين شروط علاج صحي مرضي. والأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة. ميزانية وزارة الصحة هي الرابعة في الحكومة، هي الميزانية الرابعة، وهذه مش حاجة يعني اللي نجموا نجهلوها. الأمور الثانية هي أن فيه منذ سنين وسنين الاستفادة من برامج لتنميات كبيرة في القطاع، ومن بعد نطرقوا لها ولو سمحت. كذلك اليوم كاين بحث عند الاختصاصيين وعند الموظفين الساميين في وزارة الصحة وغيرها، كل ما الفضاءات اللي دارين بوزارة الصحة كاين إرادة للبحث على حلول جديدة اللي يقدموا علاج اختصاصي لكل المواطنين على قدر الإمكان طبعا، والإمكان كذلك نتكلم عليه لأنه هو تدريجيين قاعد يتحسن شيئا فشيئا. كذلك هو فيه تفزيع وتشجيع فيما يخص الاستثمار فيما يخص منتوج الأدوية، كما كذلك وهذا ما نجهلوش كذلك فيه نصوص قانونية اللي قاعدة تحسن في وضعية الصحة باش تقربها للمواطن، وطبعا تخطيط وبرامج كبيرة. نعم نعم، شكرا سيد سعيد عياشي. سيد بوخرس محمد، يعني سيد سعيد عياشي قدم أعطانا الدلائل وأعطانا المبررات التي بنى عليها تقييمه فيما يخص أنه قطاع الصحة هو قطاع حقق نتائج إيجابية. يعني ما هي الدلائل وما هي المبررات التي تبني عليها تقييمك أنت الذي قلت بأنه قطاع الصحة غير كافي وقطاع الصحة غير حقق نتائج غير مرضية في الميدان، ما هي المبررات التي تقوم عليها؟ الأمر سهل، الأجهزات كاينين. نعم. الأطباء يعني العبد كاين، المريض كاين، لازم قانون قوانين. نعم. للصحة هذه وتنظيم، هذا واش كاين، تتحسن الأمور. ولكن كما قال أخ سعيد سي سعيد لازم إرادة سياسية. ولكن في الميدان، أعطيني في الميدان ماذا يعاني المريض في المستشفيات مثلا، أو ما هي أحوال القطاع في الميدان السيد بوخرس محمد؟ مثلا على الأقل فيما يخص عجزة الكلى أو أمراض المصابين بمرض الكلى، يعني ما هي المعاناة التي يعانوها في المستشفى اليوم؟ على كل حال نقولوا بلي فيها تحسين، يعني كانت وقت ما كاش مصلحات قليلة، كانت مصلحات لتصفية الدم قليلة، كثرت دركا نحلوا الكلينيك بريفي. نعم. كاين نحل الانستيتيو ناسيونال دو رين، معهد الوطني للكلى في البوليده،
راه وجد كذلك. هل هذا كافي سيدي محمد بخرس؟ اعطينا المعاناه التي يعيشها المواطن. يعني لا انا جاي يعني نتكلموا على الحاجه المليحه على كل حال. نعم. ماهيش سوده ماهيش سوده حاجه مليحه. نعطيك ارقام على ارقام. في 2005 كان عندنا 145 سنتر، كانت 7400 مريض. وناخذوا درك مكان نزيدوا روحوا بعيد، 2008 زادت من 154 ولات 235. نعم. طلعت ل 13000 مريض، يعني المرضى لحقوا ولكن سابوا المكان باش يعالجوا. نعم. وفي 2013 لحقت فاتت 3300 سنتر، وراهي في تقريبا 20000 مريض. نعم. يعني المرضى راهم يزيدوا ولكن راهم يتبعوهم زيادة في الهياكل الاستشفائية. نعم. يعني هذه يعني لا فورم دوك بقات لو فورم بعد نتكلموا عليه. يعني عندنا اجهزات كما عندنا سبيطارات، عندنا هذا الوسم، ولكن واش راه صار الداخل نتكلموا عليهم بعد. نعم اتكلمنا على واش راه صار الداخل سيد محمد بخرس. احنا الحالة يعني كثير. الاولى يلزم نعاودوا نرجعوا على الاجراءات. كاين قانون تاع 85/05. نعم. قديم 16 فيفري 85، يلزم يتغير قانون الصحه. ولكن اعطيني في الميدان ماذا يعاني المريض السيد محمد بخرس، ماذا يعاني المريض اليوم في المستشفيات الجزائريه؟ يعاني المريض الاولى الاستقبال. جميل. الاستقبال ماهوش كافي، ماهوش في المستوى، ماهوش في المستوى وحده. كاين هذاك تلقوا الخدمه نتاعهم الاطباء، الاهمال اهمال الاطباء لي باراميديكو الى اخره الى اخره، اهمال ما يحضروش واسمو، غيابات متكرره. نعم. نتكلموا ثانيك على العاصمه وعند لي سي اش تاعنا المركز هذا على الربعه يغلقوا السبيطارات، ما يقولوناش حاجه اخرى. صحيح. نعم. عندنا الادله يغلقوا على الربعه ويبعثوا المريض، كيجي المريض يكتب له شير كونفرير يعطي له ورقه يقول له روح شوف وين داوي، يعني مركز كيجي المركز الجامعي يقول له روح وين داوي، عندي الادله هنايا الى اخره. يعني هذه واحد. ودركا ثاني دخلنا في موضوع اخر، موضوع صحيح هذا، وين كاين مسؤولين هذو لي شيف دو سيرفيس ولاو يستعملوا السيرفيس نتاعو ك ملكيه خاصه. صح، ملكيه خاصه. كيجي رايح يغلق المفاتح ما كاش الماشينات ما يخدموش، ليره ما يمشيش الى اخره الى اخره، ولكن يمشي لحبابهم ولاصحابهم. هذه الحاله لازم تتغير باش المواطنين كاع يكونوا في نفس واسمو. والمواطن كما قال سي سعيد كيجي للمستشفى ما جاش يطلب، جا مريض ما جابوش جابوا الهم. نعم. ما جابوش الخير. يعني كي جا الفما لازم تكون شويه انسانيه من عند هاد العباد باش يستقبلوه. يا سيدي الضحكه راهي باطل كما قال. نعم. باطل يستقبلوه، ولكن يلزم نعاود نرجعوا للانظمه، يلزم تتنظم الحاله، تتنظم. ما نجموش في نهارنا تتحسن ولا نعم. السيد سعيد عياشي، يعني سمعنا لسيد بخرس محمد تكلم عن الاحوال الرديئه التي تعاني والوضعيه المزريه التي تعاني منها المستشفيات الجزائريه، والحاله يعني المأساة التي يكبدها المواطن الجزائري وهو في المستشفى الجزائري. تكلم على سوء التكفل الصحي، تكلم على رداءة الخدمات، تكلم على البيروقراطية، تكلم على المبالاة، تكلم على نقص الأدوية، تكلم على الإضرابات، الاحتجاجات. يعني هذه حالة الصحة في الجزائر اليوم، كيف يعني من أين أتيت بتلك الإنجازات وتلك المكتسبات التي تكلمت عنها قليل، وكأنه ما راناش في نفس ما راناش نتكلموا على نفس الميدان، أو ما راناش نتكلموا على نفس البلد اللي في الجزائر اللي هي الجزائر؟ لا، رانا نتكلموا على نفس البلد، ورانا كل في الجزائر، ورانا كل عايشين الحقيقة، ولكن لازم نفصل ما بين الإرادة السياسية اللي يجي من الرئيس للوزير إلى الموظفين الساميين اللي عندهم ورقة طريق ليضمنوا ويوفروا الصحة للمواطنين. هذه إرادة سياسية. درك يبقى التطبيق في الميدان، وسي محمد طرق ليه، فيه بزاف من البيروقراطية. واش كاين؟ ما هي الوضعية؟ الدراهم كاينين موجودين وبالكثرة، قلنا الميزانية الرابعة في الدولة. من جهة خلاف الموارد البشرية موجودة، أطباء بعدد يعني محترم معتبر، والمؤسسات المستشفية موجودة كذلك،
واش بقى؟ بقى النظام، لان في وقت ما جهلنا باللي الهدف من هاد كل المراجع هو المريض، باش نعالجوا المريض. اهملنا نوعا ما هاد الشيء هذا، وهذا جاي من المنظومه الصحيه لا بيروقراسي كي ا بيناليزي لو مراد، سيتادير اون سيت اوكوبي بوكو بلوس de choses qui n'ont rien à voir avec les soins apportés au malade que le malade lui-même. وبهذا لقى بدات في درجه في مرحله اولى الطبيب مهمش، ومن بعد المريض بيان سور هو اللي تاه عليه الدرك، وكذلك وصلنا. ولكن ما نشوفوش الامور هكا سهله، لان فيه اطباء واعيين وضمير كبير، فيه شبه طبيين اللي ساهرين الليل مع النهار، فيه ما زلنا من حسن الى احسن، ما زلنا في تحسن في مرحله لما تكون الاراده، ولازم يكون تكون صرامه، لازم يكون الانضباط، لازم يكونوا القوانين، لازم يكونوا النصوص، هادو كل اللي نظموا القطاع باش يجي بنتائج مرضيه في فائده المواطنين. نعم، كي تضيف؟ نعم، نضيف حاجه، ان الشيء اللي قلت وانا هو منهج كذلك. جاء أن عنده حق المواطن، قلنا في العلاج الصحي، وعنده حق باش يحتاج باش كل مرة يكون في تحسن أو في نفس المستوى تاع العلاج اللي مقدم للناس عبر العالم. بلك بعض اللحظات نهضروا على سرطان. نعم. سرطان اللي عنده مشكل، وجابت الصحافة كل بقوة وترقوا السلطات باش يلقوا الحل. هذا كل احتياجات تاع المواطن جد مقبولة، هذا حقه. ولما ما يلقاش باش هذاك الحق يلبي والرغبة نتاعو طبعا يحتاج. نعم، السيدة سعيد عياشي تتكلم وكأنك تقول بأنه حقيقة قطاع الصحة مريض في الجزائر، وإن لم تشير يعني إليها مباشرة. أعود إليك السيد بوخارس محمد، يعني سعيد عياشي يتكلم على توفير الدولة لكل الوسائل ولكل الإمكانيات فيما يخص قطاع الصحة، يقول بأنه ميزانية قطاع الصحة تعتبر الرابعة من حيث الميزانيات، من حيث تسيير الميزانية على القطاعات الأخرى. يقول بأنه هناك إرادة سياسية قوية لتحسين وتطوير هذا ورقي بهذا القطاع إلى مستوى مصاف الدول المتقدمة فيما يخص العناية الصحية. يعني إذا كانت هناك الإمكانية المالية والمادية، وهناك تجهيزات، وهناك تشييد لمؤسسات استشفائية جديدة، اليوم ماذا نعيب على قطاع الصحة؟ سيد سعيد محمد بوخرس، أستمع منك الجواب بعد الفاصل. المشاهدين الكرام، فاصل ونواصل. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عوده مجدده الى الاستوديو لمتابعه النقاش حول ملف قطاع الصحه في الجزائر. ماذا عرفه من نتائج ومكاسب، وما هي الاختلالات والنقائص خلال 15 سنه الفارطه؟ اذا قلنا يحضر معنا السيد سعيد عياشي، وهو طبيب وعضو اللجنه المركزيه بالافلان، كما يحضر معي كذلك السيد بوخرس محمد الناطق الرسمي للفيدراليه الوطنيه لعجزه الكلى. السيد بوخرس محمد، توقفنا قبل الفاصل عند السؤال حول انه الدوله وفرت كل الامكانيات الماليه والبشريه وكل التجهيزات الضرورية لكي تكون قطاع صحي في المستوى، يعني ماذا تعبون على قطاع الصحة في الجزائر؟ على كل حال ما جينا نشتموا، نعم، ما جينا نحسبوا الناس، ولكن نتكلموا على حقيقة مرة ولكن حقيقة. الناس كاملة يتعاني، الناس تخاف ما تروحش للمستشفيات، يعانيوا يخافوا من المستشفيات، واحدة. ثانيا كاين النقائص تكلمنا عليهم، نتكلموا دركا على امراض الكلى مثلا كمثال. نعم، امراض الكلى الاولى نتكلموا، نعاودوا نرجعوا، ما كان حتى قانون لي يعني لهذا المرض، ما كان حتى قانون، ما اكزيستيش، ما كان حتى طبيب اللي ينجم دار القانون. الوزاره هذه غايبه في الميدان، حقيقه غايبه في الميدان. شحال من خطره تكلمنا معهم، شحال من خطره عطينا لهم دوسيات، وعلى الاسف غير يتغير وزير كلش يتغير،
احنا ما نشتموش ما نشتموش حتى واحد، ولكن الحقيقه يتغير وزير نعاودوا من دار جديد الوزير الاخر اللي يجي نعاودوا نطلبوه باش نفهموه الى اخره الى اخره. الدوسيات هذوك اللي عطيناهم الاول ما يسيبهمش، نعاودوا نعطوا الثاني نعطوا الثالث الى اخره الى اخره. دونك ما كاش قانون قوانين لهذا المريض خاص، ما كاش الوقايه لا بريفونسيون ما كانش في الجزائر في هذا المريض، هي كاع المرضى على كل حال، ولكن نعم. هذا المرض بخصوص على لماذا هذا المرض، هذا المرض مخفي ما يبانش، ما يعني ما فيه لا ستر لا حاجه لا حتى سيمبتوم. نعم. كي يلحق الانسان ينتفخ مثلا يلحق للموت باش هذاك الوقت يفيقوا به باللي لازم له تصفيه الدم، هذه الوقايه. نعم. ثانيا لو سويفي تاع المريض هذا، هذا تصفية الدم إلى آخره ما يستندر قانونيا، ما يستندر قانونيا سوى في المستشفيات سوى عند البريفي عند الخواص. نعود نرجعو خاطر ما كاش قوانين حلوا وخلوهم يديروا واش يحبوا. كاين خاصين هذا مش سنين وهذا المرض بان، كاين خاصين أطباء كيما ديتيسيان تاع الماكلة، خاطر هذا العبد يلزم له يديروا له يعني منيو. العبد هذا كل واحد عنده منيو تاعو، مثلا ما كاش النيفرولوج بيدياتر تاع الدراري، يعني الدراري ما راهمش يعالجوهم كيما يلزم، وعلى الاسف هذا الدراري راهم يموتوا. نعم. هذو ولادنا على كل حال يلزم نهتموا بهم. ما كاش البسيكولوج ما يجيش يشوف المرضى هذو، ماشي منه يعني نورمالمون شاك يونيتي دي مودياليز تاع الدولة أو تاع الخواص يلزم يكون فيها بسيكولوج، خاطر هذا المرض ماشي المرض يعني اللي خطير، العلاج نتاعو اللي ثقيل بزاف، العلاج ثقيل بزاف. نعطيك ثاني واسمع كيف يا ترى نحاو ما كان نقولو شكون، على كل حال من الأدوية من الدواء يعني من الدواء نحاو اون بوماد انستيزيونت باش يديروا الانستيزي للناس الضعاف كيما ذراري أو الناس ضعاف، على كل حال نحاوها. قال لك هذه حاجة تاع لوكس، يعني حرام عليهم واش داروا هذه. كذلك البيرسونيل العباد الميتس باراميديكال ماشي فورمي لهذا المرض هذايا. الباراميديكال يعني الانفيرمي يجيبوهم لاي سيرفيس، كاش سيرفيس يكون ديسيبليني واش يديروا له، يبعثوه للدياليز يعني وين مرض الكلى باش يتعلم في المريض، ويتعلم في المريض تدخلوا لي باري خشان في يدو، هل كلهم على كل حال نشوفوا الحقيقه هل كلهم لي فيستيول اللي في يديهم ولا فيستيول، والمريض هذا يخلصها بمكتوبه. وهذه الحاجات اللي كنت نتكلموا عليها الاطباء واش داروا، على كل حال على قلت نتكلموا على الحقيقه مره. الاطباء اللي يخدموا في المستشفيات كي يجي باش يديروا لا فيستول، هذه لا فيستول لازمه، هذه حياه المريض. نعم. باش يدخلوا له باش يدخل دمه ويخرج دمه للاجهزه. هذو الاطباء ما يديرهالوش في المستشفى، يقول له روح لا كلينيك تاعي ولا تاع زوجته ولا تاع صاحبه باش يديرها له، ويخلص من 20,000 دينار حتى ل 15 12 14,000 140,000 دينار. نعم. حاضر كي طفله جات من الورقله خلصت لا فيستول وبابا خلصها ب 14 مليون. يكفي يعني معاناة كبيرة. نعم، معاناة كبيرة يعني يعيشها المواطن الجزائري في المستشفيات. سعيد عياشي، يعني تقرير لمنظمة الصحة العالمية تقول بأنه الجزائر بعنوان تطوير فعالية نفقات الصحة، تقول بأنه الجزائر لم تحقق الأهداف المحددة في مجال القطاع الصحي. وتقرير آخر يقول بأنه الجزائر القطاع الصحي في الجزائر هو القطاع الأسوأ بين القطاع الأسوأ في بين الدول الجوار. يعني بالرغم من هذه النفقات الكبيرة التي تتكلم عنها، يعني مستوى الخدمات في الجزائر متدني جدا، ونشوف أنه دول الجوار شرقا وغربا هناك يعني مستوى معين من الخدمات الصحية مقبولة، حتى أن الجزائريين يسافرون شرقا في دوريات نحو الشرق للعلاج. يعني ألا ترى بأنه هذا هو عين الفشل لما تكون ميزانية ضخمة وفي المقابل نلقاو خدمات رديئة أو بهذا المستوى المتدني من الخدمات، أليس هذا هو عين الفشل؟ شيء اللي تقدم به سي محمد صحيح مع تحفظ مني أنا ما نعموهش باش كل الأطباء هكذا وكل
مصلحات هكذا وهذا، ولكن هذا وقع، وهذا من الامور اللي تزيد. وهذا غير في مرض واحد العجز تاع مرض الكلى، عجز الكلى. شوف المشاكل اللي تخلق منه، هذا مرض واحد، فما بالك الامراضات اللي كاينه واللي تتلقاها وتقاومها يقاومها المواطنين والمواطنات. ولكن هيا نبحثوا على الاسباب تاع هذه الحاله. هذه قلنا دراهم موجودين، المختصين يعني هذا هو عين الفشل. السيد سعيد، ما هو عين الفشل؟ عين الفشل لما تكون ميزانيه ضخمه ولكن أموال ولكن كبيره جدا، ولكن وفي المقابل خدمات متردية. هذا شكل المشكل، هيا نلقاو الحل للمشكل. هذا ما بقاش، قلنا كاين الدراهم، كاينين الناس، كاينين المؤسسات، الهيئات المستشفيه، والنتائج ليس مرضيه. ليس مرضيه. كاين مشكل. المشكل ما هو؟ النصوص تطرق لها سي محمد، وحنا قلنا باللي النصوص على ما يبدي رايك قاعده في المراجعه باش تقدم للمجلس الشعبي الوطني. طبعا لازم اللوبينغ، لازم الضغط تاع المستهلكين باش النصوص هذوك يكونوا يوافقوا مع الواقع. لازم كذلك تكون انضباط في العمال، سواء يكونوا اطباء او شبه اطباء. اي دونك هذه المنظومه الصحيه اللي لازم تتراجع وباش توصل النتائج. جوارنا اللي تحكي عليه ما عندهمش نفس الواحد. انا نذكرك باللي عند 30 سنه اخواننا في تونس كانوا يجيو يقراو عندنا، واليوم احنا المرضى تاعنا. هذا يحب يقول باللي المشكل عندنا في التنظيم الصحي، عندنا في الاجراءات اللي لازم ناخذوها باش نحسنوا هذه الامور. اذا كان نحكي وحنا على اطباء اللي يخدموا في السبيطار ويخدموا برا، ونخدموا على شبه الطبيين اللي يديوا الادويه ويبيعوها في السوق وكذا، اولا ما نعموش باش ما نديوش ذنوب الناس، ولكن هذا لازم اجراءات انضباطيه اللي تخلي الناس تخدم خدمتها كما يلزم الحال، ولتما بدون شك نوصلوا لنتائج مرضيه. لو سمحت انا نقول باللي بلاد اللي عندها المؤسسات المستشفيه كالجزائر، الا سمحت نذكر لك واش الواحد عندنا غير الاسابيع الاخيره برك تبرمت صفقه باش يبنيوا 10 مراكز استشفائيه جامعيه كبيره، ومنهم في الجنوب باش حتى ناس الجنوب ما يكونوش محرومين من الوعد. وكذلك في السنين الاخيره هذه كاين معهد السرطان في وهران، وكاين 15 مركز لمكافحه السرطان عبر الجزائر، كاين منهم في بيتنا في سطيف رام ديجا في الخدمه، في قسنطينة رام في الخدمه، في بلعباس وعنابه يوصلوا في الخدمه عن قريب. كاين 22 مركز صحي للمرض العقليه، كاين 14 مستشفى للمراه والطفل، كاين 14 مستشفى للحروق، كاين 3 مستشفيات لامراض القلب للاطفال، والقائمة طويلة. نعم القائمه طويله. ولكن هذا ماناش باش نقولوا احنا رانا في 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 نعمه، ونقولوا ممكن باش نوصلوا الى مستوى تقديم علاج صحي جد مرضي. علينا نكونوا منضبطين، ومع كذلك حاجه هو نعرفوا بعضنا بعض كجزائريين. نوفولون تو دو سويت، حتى المريض مستعجل يعني مستعجل. نعم. ولكن مش ذنوب كبير. نعم. السيد محمد بوخرس، يعني لنعترف بما قاله السيد سعيد عياشي، وهي أمور يعني وأرقام من الميدان. لنعترف بأنه السيد محمد بوخرس بأنه هناك إمكانيات وهناك إرادة سياسية كما قال السيد سعيد عياشي للرقي بهذا القطاع. ألا نعترف بأنه المشكل اليوم في قطاع الصحة هو مشكل ثقافة، هو مشكل وعي عند الأطباء، عند الموظفين في قطاع الصحة. نعم. الذين يجب عليهم أن يعودوا إلى ضميرهم وإلى وعيهم وإلى نوع من الإنسانية حتى يتعاملون مع المريض بإنسانية وبما يجب أن يتعاملوا معه. ما دام الإمكانيات متوفرة، ما دام التجهيزات متوفرة، ما دام أنه الدولة
قامت بتحسين المستوى وتحسين المستوى المالي للأطباء والمستوى المعيشي للأطباء. اليوم لم يبقى لهم إلا الاعتناء بالمريض. اليوم يجب أن نعترف سيد محمد أبو خرص بأنه المشكل ما هوش في مشكلة حكومة كما كنت تتكلم أنت، أو ما هوش مشكلة مكش أموال، أو المشكل اليوم مشكلة ثقافة عند المواطنين وعند الأطباء، مشكل وعي ومشكل ضمير. سي رشيد، المشكل هو مشكل تسيير وتنظيم. نعم، تسيير في الهيئة في القطاع وتنظيم في القطاع مع السيفيزم دي سيتوايا. نعم، تفضل سيد محمد بوخرس. احنا ما عممناش، تكلمت يعني على الأمراض الكلى وشرو صاري، ولكن مشكل انت عباد لازم هذا ما تكلمتش انا على الحكومة. الحكومة دارت مجهودها، ولكن التحت وشرو صاري ما يش على بالها، يكذبوا عليها حقيقة. ولكن الحكومة يعني مسؤولة بأن تعرف وش رايك كاين تحت السيد محمد بوخرس. يعني لا يجب أن ننفي المسؤولية لما يكون الحالة سايبة في التحت، يعني ما لازمش ننفي المسؤولية على الحكومة، لأن الحكومة يجب أن تراقب هذه الأموال أين تذهب، ويجب أن توفر خدمات صحية للمواطن في المستوى. وتغير النظام تراقب الأموال صح، بس ما تجب تراقب العباد واش يخدموا. يعني كي نعودوا نرجعوا من تحت لبيراميد، يلزم من تحت كل واحد يراقب العباد اللي يخدموا تحته، ولكن لا كان هذاك العبد هو في روحه إهمالي أي كلش يهمل. هذه واحدة تتحسن، نطلبوا تحسن، وكان الحلول، كان الحلول كما قلنا، كان العباد، كان المرضى، المريض، كان المادة والمال والأجهزات. لازم يديروا يعودوا يراجعوا القانون، يعودوا يراجعوا القانون. نعطيك مثال، قانون تاعنا فيه 35 صفحة، قانون تاع 85 هذا فيه 35، ما نقولش شكون البلاد، بلاد جارنا جيراننا تونس، لا او المغرب، اوروبية. نعم، ماشي اوروبية، احنا لازم نعرفوا نكوبيو، علاش كما يقولوا ما نخلقوش لا بيسيكلات، هي كاينه برك، نشوف نغيروا لها كرسي ولا نغيروا لها هذا مكان. قانون تاعنا في 35 صفحة تتكلم على دي جينيراليتي، قانون تاع بلاد فيه لا بارتي ليجيسلاتيف، القانون بالذات فيها 3000 صفحة، ولا بارتي ريغلومونتير فيها 3600 صفحة. يعني في المجال التشريعي 3000 صفحة، ومجال تنظيمي. حنا على الأسف، على قلت لك لازم يعاودوا يرجعوا القانون، على الأسف حنا واش يديروا؟ نديروا القانون وفي كل مادة الارتيكل هذاك من تحت يقولوا لي موداليتي دابليكاسيون فياندرون انتيريورمون، راهي من 85 ما تغيرش. وهما هذا العباد اللي تكلمنا عليهم قبيلات عندهم هذا القانون اللي قلت لك 3000 صفحة و3600، عندهم دي كل منين يبان لهم حاجة يغيروا، يعني يديروا دي زاموندمون. هذوك لي زاموندمون أكثر من 3000 صفحة هذيك، يعني تشوف اللي الناس مهتمين بالمرض ومهتمين بالمريض، حتى المرض يبين لهم حاجات. نعم، وهذاك القانون يتكلم على زوج أمراض لهذا سرطان داخلين في القانون، وليزانسيفيزون رينو، يعني تشوف دخلوا من داخل سيكا مشكل كبير كومبلكس. هاي وراء هذا القانون، ولكن تفهموا هذا القانون كما حبوا يديروا غلطات، كما داروا غلطات يجيبوا الأطباء ويعطوا لهم يقولوا يديروا قانون تاع الصحة. لا لا، لازم الليجيسلاتور، لازم عباد من المجلس التشريعيين، نعم، التشريعيين يحضروا، ويلزم. وهذه ثانيك ماشي حاجة انت كما قال سي سعيد حاجة تاع غدوة غير غدوة، لا، يشوفوا عباد مختصين لهذا الشيء، يقعد يجلسوا ويخلقوا قانون جديد، وفي ذلك القانون يديروا كلش باش ما يزيدش حتى واحد يختلف. نعم، يختلف من نعم. السيد سعيد عياش، يعني الوقت يداهمنا، في نهاية هذا النقاش، يعني ألا تظن بأنه الجزائر يعني فتحت أبواب جهنم فيما يخص قطاع الصحة يوم سمحت للقطاع الخاص بأن يستثمر في مجال الصحة؟ يعني يوم كانت الجزائر مجال الصحة مقتصر فقط على المجال العمومي أو على الحكومة والدولة، كان يعني مجال القطاع الصحي كان ينعم بنوع من المستوى في تقديم الخدمات. اليوم لما جاء القطاع الخاص نشوفه تدني كبير في الخدمات في القطاع العمومي، أما نروح للقطاع الخاص فهي مستويات يعني خدمات في المستوى. ألا ترى بأنه الحكومة والدولة الجزائرية فتحت باب جهنم في القطاع الصحة يوم سمحت
للقطاع الخاص بالاستثمار في القطاع الخاص في قطاع الصحة يعني، وخلينا الأطباء يعملوا في القطاع العمومي وفي القطاع الخاص. يعني في القطاع العمومي يجوا ما يخدموش يتكسلوا، ويبعتك القطاع الخاص يداوي بالأموال يعني. يعني ألا ترى بأنه هناك نوع من التدمير وتصحير للقطاع العمومي في الجزائر؟ أبدا أبدا. لينظر لهذه الحالة بهذه الصفة هذه غلط. لأن علاش غلط؟ لأن مستوى العلاج محكوم عليه يكون في نفس المستوى عند القطاع العام وعند القطاع الخاص. ولكن هذه أشخاص، واحد يرغب يخدم في القطاع الخاص لأن فلربما الأجرة تاعو زايدة، واحد يحب يخدم. ولكن كيف تفسر السيد سعيد عياشي، كيف تفسر اختلاف المستوى في الخدمات بين القطاع الخاص والقطاع العام؟ خليني نفسر لك، خليني نقدم لك. والأطباء والأساتذة اللي يخدموا في القطاع العام هم اختاروا هذا القطاع لأن فيه دور جامعي، دور كذا، بحث العلمي، هم مهتمين بهذا الجانب هذا واختاروا هذا الشيء هذا. وبالنسبة للمريض كذلك كاين اختلاف، كاين اللي عنده دراهم وما يحبش يستنى الموعد نتاعو على شهرين أو ثلاثة، هذه موجودة في البلدان الكل، حب يروح للقطاع الخاص لأنه عنده الموعد في يومين ثلاثة وفي الغرفة نتاعو يكون وحده وعنده التلفزة ملونة وعنده الورد، وفي في 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 المستشفى المريض عنده النظافة وعنده مستوى العلاج، ولكن المستوى تاع العلاج محكوم عليه باش يكون في نفس المستوى سواء في الوعد. إذا كان اليوم ما كانش في المستوى في المستشفى العمومي في نفس المستوى تاع العيادات الخاصة، هو راجع مرة أخرى لتفكك اللي كاين في تطبيق النصوص. وأنا لهنا نقول لسي محمد باللي النصوص مهما تكون النصوص هي عندها القيمة تاعها على حسب التطبيق تاعها في الميدان. إلى ماذا راجع هذا الاختلاف السيد سعيد عياشي؟ لماذا راجع هذا الاختلاف بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ نفس الأطباء يعملوا في القطاع العام يعملوا في القطاع الخاص، والميزانية التي توفرها الدولة للقطاع العام أكثر بكثير 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 من القطاع الخاص، ولكن مستوى الخدمات في القطاع العمومي رديء، مستوى الخدمات في القطاع الخاص في المستوى. عنده هذا الشيء اللي راك تذكر فيه يا سي رشيد، عنده كلمة تدل عليه، المراقبة على الناس اللي يخدموا في المستشفى العمومي، والمراقبة كذلك في الناس يعني في المستشفى العمومي ماش مراقب. يبدو لي مرة أخرى مسألة بيروقراطية، هي قلت لك مسألة تسيير تنظيم في الدرجة الأولى وتسيير فيما بعد باش نوصلوا النتائج للواحد. نعم، الوقت يداهمنا سيد سعيد عياشي. سيد محمد بخرس، أعطيك الفرصة لتقولنا كلمة أخيرة في نهاية هذا النقاش. إن شاء الله المسؤولين تاعنا كما ياخذوا باعتبار واش تكلمنا، وكاين حاجه ثانيه كنا نتكلموا عليهم على وزاره الصحه خصوصا تتصل بالجمعيات، كاين جمعيات اللي جاوا يعاونوا يفهموا بلي جاوا يعاونوهم ماشي جاوا باش يشتموهم ولا ليا. جمعيات يلزم تكون هما ممثلين المرضى، يلزم يكون عندهم حق في هذا في لا ريفيزيون تاع هذ القوانين الى اخره، مراجعه القوانين الى اخره، خاطر هما على بالهم وين يعني وين راهي الخلل وين راهي الوجه. شكرا لك سيد محمد بخرس، وصل الفكره. سيد سعد عياشي، اعطيك الفرصه لكلمه اخيره. انا رغبتي، انا من الناس اللي رغبتهم لازم المريض يولي هو الاهتمام الاول في هذه الحاله تاع الصحه، وباش نوصل نهتم بالمريض ونكون نلبي الرغبه نتاعو ونعالجه بصفه فعاله، لازم يكون نظرة في التسيير والتنظيم تاع الهيئات المستشفى. نعم، شكرا لك سيد سعيد عياشي، طبيب وعضو اللجنة المركزية. شكرا لك سيد بخرس محمد، الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لعجزة الكلى. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا النقاش. نتمنى أن يأخذ المسؤولين كما قال السيد محمد بخرس بعين الاعتبار المعاناة التي يكبدها المواطن في المستشفيات، ونتمنى كذلك أن يعيد النظر في التسيير والتنظيم للمؤسسات الاستشفائية والقطاع الصحي بصفة عامة كما قال السيد سعيد عياشي. مشاهدينا الكرام، متابعة طيبة مع برامج قناة النهار. على المحبة نفترق وعلى المحبة نلتقي. سلام إن شاء الله.